اغراب يقول الاغراب اي وجهك اسود. شنو قصة هذا المثل؟ اغراب يقول الاغراب وجهك اسود. على الفقر غير؟ يا فقر الفقر اللي بالعراق بالعراق طويل. شنو قصة المثل؟ دباع على الفقر. يلا وهذا الفقر. ما عارفه. ما تعرف؟ لا. الغراب يقول الغراب وجهك اسود؟ ايه. يعني واحد يقول لك انت فقر. باب يا غلط. عن القصة والمثل؟ ايه. حلو. هو واحد يقول لك انت يعني فقر. هم فقر؟ ايه فقر، هو ماكو غير الفقر. انت شو تبوع عليه؟ لا مو بوع عليه، انت بوع عليه. ما قصدك الموضوع هذا. ما هو ناوي. ما عليه. شنو قصة هذا المثل؟ قصة هذا المثل يمكن يقول فقر. يعني غراب يقول لغراب وجهك اسود. شنو قصة هذا المثل؟ ما تعرف. زين ماشي عفناها نعوفه. اعطيني خمس امثال عراقية. ايش جاب الدوام مع تشلاق؟ هذا مثل عراق. هذا مو مثل؟ لا مثل عراق. ما حافظ انت. ولا مثل؟ ولا مثل. ابد ابد. نسيتك تعبان الحين. ليش؟ زين. مال لبن لبن ومال الماي للماي. هذا مال لبن لبن ومال الماي للماي. هذا خابط. يلا بعد بس نكوم على بالي. بس يلا سلكوم على بالك وينهن. لا بس هذا حافظه. ها بس هذا حلو. اي سيد الامثال. من حفر حفره الاخير وقع فيها. اوكي هذا مثل او شنو؟ هذا بوذيه. اي كمل. ممثل بعد ايه. شنو؟ من حفر حفره لاخي وقع فيها. هذا مثل عراقي معروف. مثل عراقي معروف. كمل. بعد شنو؟ غراب يقول لغراب وجهك اسود. هذا مثل. يلا اوكي يلا ماشي. سمي اجيب لك خمسه انا. ها ابغى مثال. ماكو. تعال تعال. ايش وقفنا؟ تعال تعال. اي تعال. دي تعال تعال هنا تعال. تعال. تعال تعال. شلونك؟ الحمد لله. شو اسمك بالخير؟ مصطفى. مصطفى تمام نكمل. يلا مين اجيب بعد ثلاثة؟ ها مين اجيب ثلاثة بعد؟ ماكو بعد؟ وقفين؟ وقفين.